قال المحترف الجزائري بنادي فولسبورغ الألماني كريم زيان إنه سيخوض مع منتخب بلاده المباراة الحاسمة في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم أمام المنتخب المصري في ملعب القاهرة الدولي. وبعث زيان رسالة يطمئن فيها الجماهير الجزائرية ومدرب رابح سعدان الذي كان قد أبدى مخاوف من إمكانية عدم مشاركته في مباراة الرابع عشر من نوفمبر المقبل بعد تعرضه للإصابة. وأعلن زيان أنه سيعود قريبا للتدريب استعدادا لمباراة العمر كما وصفه. لدينا 3 نقاط في المقدمة أمام أفضل فريق في إفريقيا في السنوات الأربع الماضية، وسنواجههم على أرضهم. نملك أفضلية صغيرة لأن عليهم أن يفوزوا علينا، وحتى في حال تعادلنا سنتأهل، بل حتى في حال انهزامنا بهدف لصفر سنتأهل، ولكن دون شك ستكون المباراة صعبة جدا. أعتقد في الوقت الراهن أن هذه المباراة أكبر مباراة في حياتي، بها قد نذهب إلى كأس العالم. الجزائر تنتظر كأس العالم منذ 24 سنة. باختصار هي المباراة الأهم فيما تبقى من هذا العام.